بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا على ثقتكم في القناة. إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحط واحد الوصفة صالحة ل منع الزوج من الخيانة، أو عنده عشيقة وبغات تخلص منها بما يرضي الله. ما تدير شي حاجة لأنها تغضب الرحمن، ولكن شو وصفة بما يرضي الله. ان شاء الله عندنا واحد القصه ديال واحد السيده بلا ما نذكر الاسم ديالها، ولكن حطت لنا في القناه ان قالت لك مشكله كبيره عندي، ان الاخت ديالي تتصل بالزوج ديالي وتبقاو يتكلمون في الموبايل بسويع كثيره، ولكن هي احتارت شنو دير. ولكن انت يا اختي خاصك تكوني اذكى منها. إذا هنا تفقدت الأخوة وتفقدت الاحترام وتفقدت أي حاجة. إذا الأخت ديالك ولو تصرخ عليك أو تلك، إذا كانت بهذه الطريقة أن نقطع علاقتي مع أختي، إذا كانت غير أهل الثقة خاصني ما تكونش لي أخت. مدام انسان تيمشي للمحرمات او يمشي يضرب الناس المحرمين عليه، اذا ولو شك عندك شك انك خاصك انها توضح لك هذه الامور، وخاصها تناقشي مع اختك، بانك خاصك تناقشي مع الاخت ديالك. اللهم الصراحه راحه، لان اللهم تواجهي. المواجهه هي احسن حاله في هذه الحالة. المواجهة بالنسبة لأختك تقول لها أشنو درتي وشنو درتي وشنو درتي وشنو، ولو تقطع العلاقة في هذه الحالة خاصة تقطع العلاقة مع الأخت ديالك، لأن ماشي أهل الثقة. اللي خاصك تدخلي البيت ديالك وما احترمش الشريعة الإسلامية، لأن هذاك الشيء من المحرمات. تحريم ربي سبحانه وتعالى حرم الأخت، حرم شحال من حاجة تحرمات على العمة والخالة والعم والخال والأخت، قاعدوا من المحرمين ديال اللي ما خصش توصل لهم. بحول الله وقوتي غادي نحط اليوم واحد الوصفة رائعة في منع الخيانة، أو منع المرأة اللي تدخل بيتك بدون ما تخاف من ربها، أو أنها باغا تشتت أسرة فقط. إذن حنا غادي نحاولو نديرو واحد الوصفة بإذن الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يقدر لك اللي فيها الخير ان شاء الله. نحاولوا ناخذ قليل من القهوه، البن، القهوه، الحرمل، الحلبه، اوراق الزيتون ثلاثه، اوراق الزيتون ثلاثه. اذا غادي ناخذ ثلث الليل قبل الفجر بساعتين، قبل الفجر بساعتين، وغادي نحط امامي هذا الشيء، ونحط الأشخاص بين عيني، ونصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وأبدأ في التسبيح يا منيع يا منيع، أندير ألف مرة يا منيع على هاد المكونات والورق، الاسم ديال الشخص بحال كانت أمينة بنت فلانة، كان هو مثلا هو سعيد بن فلانة، اللور ديالو غنكتب، اللور ديالو غنكتب العدد الأرق عدد الاسم ديالو
المنيع المنيع المنيع، عدد الاسم ديالو، العدد الاسم ديالو. غادي نكتب الاسم ديالها 5 حروف، غنكتب المنيع 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 المنيع، يمنعها يمنعها عن فلان ولد فلانة، يمنعها عن فلان بن فلانة. هو نكتب هو عنده 4 المرات، هنكتب باسم عدد الحرف الحروف ديال الاسم ديالو المنيع. اللهم منع فلان بنت فلان، اللهم منع فلان بن فلانة عن فلانة بنت فلانة، منعها المنع. المهم ونكتب المنيع ونوضعها مع هنا في الحلبة، هانتوما الحلبة، الحرمل، القهوة، البن، الأسماء ديالهم، الأسماء ديالهم، وعدد الحروف، عدد اسمهم. نكتب المنيع اللور ديالو، امنع فلان بن فلانة عن فلانة بنت فلانة. نكتب هنايا فلانة بنت فلانة، ونكتب اللور ديالها، عدد الاسم ديالها المنيع المنيع، امنع فلانة بنت فلانة عن فلان بنت فلانة. ونوضع كل شيء هنا، نحطها لتحت، نحطها هنا، نكتب المنيع، ونحط الكمية اللي نحط هنايا، هاد الكمية نحطها، وانا تنقرا يا منيع، وانا تنقلب 1000 مرة يا منيع يا منيع يا منيع يا منيع. هنا نوضع هادو، هنا نوضعهم يا منيع يا منيع يا منيع، ونصوبهم على حسب نوضع يا منيع يا منيع يا منيع 1000 مرة، يا منيع يا منيع يا منيع يا منيع، امنع فلانة عن فلان، يا فلان ابن فلانة امنع فلانة عن فلان. هتحطي المنيع بينهم، ويمنع الله بينهم، يمنع الفساد، او يمنع ما يبقاش يشوفها، او يمنع اي منع بغيتي تحطيه انتي، غادي تحطيه على حسب النية ديالك، وتحطي 1000 مرة يا منيع يا منيع يا منيع يا منيع. هتقراها 3 ليالي، 3 ليالي ان شاء الله، بحول الله، بحق بحول الله وقوته، بحق المنيع، ربي سبحانه وتعالى يمنع الفساد بينهم، او يمنع اتصال بينهم. مهم اي حاجه بغيتيها غتمنعي باسم المنيع، وتحطي الحلبه والقهوه والحرمل، وتحطيهم مع الاسم ديالهم، اللور ديال الورقه، تحطي عدد الاسم ديالهم المنيع المنيع، اللهم امنع فلان عن فلان بحق اسم المنيع، امنعهم عن الفساد وعن اتصال بها او اي حاجه بغيتي ان شاء الله. المهم ونغلق هذه، نغلقها مزيان، نغلقها لان خاصك تديها وتقري عليها 3 ايام ان شاء الله. اذا كان عندك تصاور الصور ديالهم حطيهم هنايا، اذا كان عندك الصور ديالهم حطيهم هنايا ان شاء الله، بحول الله وقوته غادي يكون المنع. هذه الوصفه بحق محمد وآل محمد، ديريها وغيكون معك خير ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يدير تاويل كل مرأة تيخونها راجلها، ومبغاش تشتت العيش ديالها، مبغاش تشتت حياتها، يكون لها الله عون ومعين ان شاء الله. اذا ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناه وفعلوا الجرس وتابعوا، وخليوا لي لايك ان شاء الله، بحول الله وقوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.